عظيمة ليست بقليلة. ليتغير فيها الإنسان في هذه الدنيا ليست بقليل. ليس هذا فقط، ولكنها في وسط معركة أبدية مع إبليس. لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهي ليست لحالها ليست بهينة هذه التكاليف، ولكنها أيضا في وسط معركة أبدية بين العبد وبين الشيطان. هذه المعركة وهذه التكاليف ليحدث هذا التغيير تحتاج إلى قوة داخلية. هذه القوة الداخلية تأتي من القلب، من المشاعر. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب. القلب يتصارع ما بين مشاعر صالحة وهي الإيمان، ومشاعر سيئة وهي الشهوات. هذا الصراع يجب أن يحسم. هذا الصراع يومي في لحظات يحسم على مدار أوقات بينية وعلى مدار أوقات طويلة. المشاعر التي تحسم هذا الصراع هي تحدد حركة الإنسان، تحدد تغيير الإنسان. فإذا انتصرت مشاعر الإيمان فكان التغيير وكان السعي لإرضاء الله تبارك وتعالى، ولكن إذا انتصرت مشاعر الشهوة فكان المعاصي والذنوب. شهر رمضان هو شهر الإيمان، يعني هو أفضل شهر وأحسن شهر يستطيع العبد أن يحصل هذه الطاقة الإيمانية التي يحتاجها للانتصار يعني في معركة التغيير. هي جهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدي سبلنا. نعم، ولكن هذا الجهاد يحتاج قوة وطاقة. هذه الطاقة الإيمانية أفضل وقت لتحصلها واستجلبها هو هذا الشهر الكريم.